أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. تقرير لموقع إخباري: أسلوب انقلاب صنعاء يفشل في عدن. صحيفة الأيام تقول: ميليشيا الحوثي تجبر نساء سجناء على بناء منازل لقياداتها بصنعاء. ومن البي بي سي: تتساءل بعد اشتباكات عدن هل نشب الخلاف بين السعودية والإمارات؟ وأخيرا من التايمز: الصين زرعت أجهزة تنصت أثناء بنائها مقر الاتحاد الأفريقي في أثيوبيا. أهلا بكم. سيناريو انقلاب صنعاء يفشل في عدن، هل أدركت الرياض خطورة ما يجري جنوبي اليمن؟ يتساءل موقع يمن مونيتور. ويفيد الموقع أن أحداث عدن اليمنية خلال اليومين الماضيين خلفت موجة غضب عارمة في أوساط الآلاف من نشطاء اليمن والخليج ودول عربية. ويستشهد تقرير يمن مونيتور بما كتبه عدد من المحللين والسياسيين في الخليج، وينقل عن المحامي الكويتي والبرلماني السابق ناصر الدويلة الذي تساءل عن قصف طائرات التحالف مواقع اللواء الرابع حرس رئاسي في عدن وتقديم الإسناد الجوي القريب للعناصر الانقلابية في هجومها. وأشار إلى أن العناصر الانقلابية المدعومة إماراتيا احتلت معظم عدن عاصمة الشرعية المؤقتة، فكيف يجوز ذلك؟ وهل تم ذلك بمشاورة أعضاء التحالف الآخرين أم هو استفراد بالقرارات؟ من جانبه يذهب الأكاديمي الكويتي فايز النشوان إلى أن من يعتقد بأن اليمن في حال تقسيمه سيرجع إلى ما كان عليه الحال قبل العام 1990، يمن شمالي ويمن جنوبي، فهو واهم. يضيف النشوان: يعتقد المطالبون بتقسيم اليمن بأن أبواب الخير ستفتح لهم في حال تقطعت أوصال اليمن، ويظنون بأنهم قادرون على جعل دولتهم الجديدة رمزا للتنمية والرفاهة والمواطنة، مؤكدا أن المعطيات لا تؤشر إلى ذلك أبدا، والوعود الشعبوية التي يطلقها بياعو الوهم لن تجلب لهم إلا أوضاعا شبيهة بالصومال ومالي. إذا كنت قاضيا في المجمع القضائي بعدن وتعرض جهازك المحمول للنهب فيمكنك العثور عليه وشراؤه مجددا، والبائع جندي في قوات محسوبة على الأمن. هذا ما نشرته صحيفة عدن الغد. عرض جنود يرتدون بالذات عسكرية يوم الأربعاء عددا من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمجمع القضاء الحكومي بخور مكسر للبيع. وقال مواطنون لصحيفة عدن الغد إن عددا من الجنود وصلوا إلى سوق المنصورة وعرضوا عددا من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي قالوا إنهم غنموها من مبنى القضاء وأخرى من رئاسة الوزراء. وتؤكد الصحيفة: قام عدد من المواطنين بشراء بعض أجهزة الكمبيوتر هذه، وبفتحها تبين أنها مليئة ببيانات قضايا جنائية وأمنية كثيرة. تتابع الصحيفة: أثارت عملية النهب التي تعرض لها مجمع القضاء بخور مكسر حالة من الغضب الشديد في صفوف الأهالي بعدن. قتال في عدن، تحت هذا العنوان كتب محمد جميح مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي، مضيفا في جزء من المقال: اليوم وقد هدأ غبار المعارك في عدن وقد سجلت الرياض نجاحا نسبيا بوقف إطلاق النار، ينبغي أن تنظر الرياض في الأسباب الجوهرية التي أدت إلى اندلاعه، والتي هي أسباب سياسية تدور حول مناطق النفوذ في عدن والجنوب اليمني، وإن تذرعت بذرائع انتشار الفساد في الحكومة اليمنية. هذا النفوذ الذي يبدو أن الصراع عليه يعد كذلك سبباً من أسباب تباطؤ الحركة باتجاه تحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة الحوثيين بما في ذلك العاصمة صنعاء. وهنا ستجد الرياض نفسها ملزمة بإيجاد حل للخصومة النكدة بين حلفائها المتشاكسين، وما لم تتم دراسة أسباب الخصومة بين الحلفاء بشكل شفاف فإن جولة أخرى من المعارك لن تكون بعيدة.
وهنا تبدو أهمية أن يعاد رسم حدود العلاقات والمسؤوليات بين الحكومة اليمنية من جهة والتحالف العربي من جهة أخرى بشكل يحدد الأدوار المطلوبة من جميع المنضويين تحت يافطة التحالف، ويعيد تعريف المعركة في اليمن على أساس أنها معركة اليمنيين والعرب ضد انقلاب طائفي مدعوم من دولة لها أطماعها الواضحة في البلدان العربية، وتريد أن تصل إليها عن طريق بث الفوضى الطائفية وملشنة الدول والمجتمعات العربية والتمكين لميليشياتها للتحكم في مسارات الأحداث سياسياً وعسكرياً في اليمن وغيره من البلدان العربية المثخنة بجراحات حروب الأصدقاء ومكايدات الأعداء على حد سواء، لأنه خاف على ابنه من الالتحاق بصفوف ميليشيا الحوثي. قال لهم لن تأخذوا طفلي، فأخذوا روحه. وفقا لموقع الصحوة نت الذي أفاد بأن ميليشيا الحوثي أقدمت على إعدام مسن رفض إرسال ناجله للقتال في صفوفها، قالت مصادر محلية في محافظة حجة إن ميليشيا الحوثي في عزلة بني سراع أعدمت يوم الأربعاء مسنا رفض إرسال ناجله للقتال في صفوفهم، والقتيل هو عبد الرحمن يحيى سراع الذي رفض إرسال أحد أبنائه للقتال في صفوف الميليشيات. يضيف الموقع: تستخدم ميليشيا الحوثي هذه الأساليب سعيا منها لإرهاب المواطنين وإجبارهم على إرسال أولادهم للجبهات. إلى موقع سبتمبر نت والذي تابع ما يتعرض له المختطفون لدى ميليشيا الحوثي، وعنون الموقع: رابطة أمهات المختطفين تحذر من استخدام 427 مختطفا دروعا بشرية في تعز. قال الموقع إن رابطة أمهات المختطفين في تعز حذرت من استخدام ميليشيا الحوثي الانقلابية للمختطفين والمخفيين دروعا بشرية مع اقتراب المواجهات من المناطق التي تقع فيها السجون شرقي المدينة. وقالت الرابطة في بيان لها إن الأوضاع الأمنية في محافظة تعز ازدادت سوءا خلال الأيام القليلة الماضية. وأوضح البيان أن من بين هذه الأماكن مدينة الصالح في الحوبان شمالية شرقي المدينة التي يحتجز فيها نحو 40 معتقلا، وهي عبارة عن عمارات سكنية تتخذ منها الميليشيا مكانا للاحتجاز غير الرسمي. وقالت أمهات المختطفين: أبناؤنا يواجهون مصيرا مجهولا نتيجة احتجازهم في مناطق قريبة من الاشتباكات المسلحة، مطالبات بتجنيب المختطفين والمخفيين قسرا الصراعات المسلحة والمقايضات السياسية، فقضيتهم إنسانية. الانتخابات ومستقبل العالم العربي، تحت هذا العنوان كتب عادل سليمان مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا: تكفي إطلالة على المشهد العربي العام لإدراك ما آلت إليه أحوال العالم العربي. العراق الذي كان يمثل البوابة الشرقية للعالم العربي في مواجهة إيران تمرح في ربوعه الجيوش الإيرانية تحت مسميات مختلفة إلى جوار قوات دولية تحمل اسما براقا هو التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش، وتهدده دعاوى التقسيم ما بين شمال كردي وجنوب شيعي ووسط سني. المملكة العربية السعودية قبلة العرب والمسلمين وراعية الحرمين الشريفين وزعيمة الخليج ومجلس تعاونه، تقود تحالفا خليجيا للحرب على اليمن الذي تمزقه حرب أهلية وقبلية وطائفية منذ نحو 3 سنوات، حرب لا يعلم مداها إلا الله، تستنزف المليارات يوميا، والأهم خسائر البشر والندوب العميقة التي تبقى بين الشعوب. وأصبح الخليج العربي يعاني من مشكلة تمزق مجلس تعاونه ما بين السعودية والإمارات والبحرين، ومعهم من خارج المجلس مصر في مواجهة قطر التي تمت مقاطعتها تماما منذ نحو 8 أشهر، وفشلت كل جهود الوساطة الخليجية والدولية لرأب الصدع بين الأشقاء. لن نسترسل كثيرا في استعراض المشهد العربي البائس، فلن يضيف ذلك شيء سوى مزيد من الشعور بالمرارة. يبقى السؤال الأهم: هل من حقنا نحن شعوب هذا العالم العربي أن نتطلع إلى المستقبل؟ هل من حقنا أن نسعى إلى تغيير هذا الواقع الذي نعيشه إلى واقع أفضل؟
قالت صحيفة الأيام الصادرة في عدن إنها تأكدت من مصداقية صور نشرها ناشطون تبين سجينات أثناء العمل الشاق في صنعاء وعنونت الصحيفة: الحوثيون يجبرون سجينات على ممارسة أعمال شاقة بشوارع صنعاء. قالت الصحيفة إن صورة نشرها ناشطون أثارت موجة غضب عارمة وسخط مجتمعي واسع تجاه الممارسات اللا إنسانية التي تمارسها ميليشيات الحوثي تجاه السجينات اللاتي حكم عليهن بالسجن مع الأعمال الشاقة. وتظهر الصورة التي تحصلت عليها الأيام إجبار الحوثيين السجينات على ممارسة أعمال شاقة في شوارع صنعاء في امتهان اعتبره البعض لكرامة وآدمية السجينات. وأكدت مصادر بالسجن المركزي الخاضعة لسيطرة الحوثيين أن صورة لسجينات حكم عليهن بالسجن مع الأعمال الشاقة. وأضافت للأيام أن قيادات حوثية استغلت هذه الأحكام لإخراج المساجين والسجينات لتنفيذ هذه الأحكام في رفع ردميات ومخلفات البناء من أراض تابعة لهم استولوا عليها بالقوة. وبعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. كأن اليمن يحتاج إلى مزيد من الحروب، فبعد 3 أعوام من حرب دامية لا تزال مستمرة بين مقاتلي الحوثيين في اليمن والتحالف العربي الذي شكلته السعودية لمواجهة نفوذهم عام 2015، بدأ مراقبون يحذرون من حرب أهلية جديدة. هكذا يقول موقع البي بي سي في تقرير بعنوان: بعد اشتباكات عدن هل نشب الخلاف بين السعودية والإمارات؟ تضيف البي بي سي: يخشى كثيرون من أن يضيف صراع جديد مزيدا من الدمار والتدهور للحالة الإنسانية لليمنيين، فقد تحدثت تقارير إعلامية عن حرب بالإنابة تشهدها اليمن بين الإمارات العربية المتحدة والرياض. تتابع الشبكة الإخبارية: تعكس الاتهامات لكل من الإمارات والسعودية بإدارة حرب بالإنابة في عدن هذه المرة مخاوف من إمكانية انفراط عقد التحالف الذي شكلته السعودية لمواجهة الحوثيين في اليمن. وتشير تقارير إعلامية إلى أن ما يحدث حاليا يقوض كل جهود التحالف المعلنة لمواجهة الحوثيين، إذ أنه يجعل الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف بقيادة عبد رب منصور هادي محاصرة بين نيران الحوثيين في الشمال ونيران الانفصاليين التابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي في الجنوب. وفد عسكري وأمني من السعودية والإمارات في عدن لمتابعة التطورات، عنوان لصحيفة الشرق الأوسط، حيث أكد وفد عسكري وأمني رفيع المستوى من السعودية والإمارات ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وعودة الحياة والهدوء لمدينة عدن والتركيز على دعم جبهات القتال لتخليص اليمن من الميليشيات الحوثية. ووصل الوفد إلى عدن مساء الأربعاء للوقوف على استجابة الأطراف المعنية لقرار قيادة التحالف العربي بوقف إطلاق النار وضرورة نبذ الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد وإعادة الأمن والاستقرار وتمكين الأجهزة الوطنية من تقديم الخدمات للمواطنين. وأوضح الوفد وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية وام أن ما حدث لا يخدم مهمة الشرعية والتحالف في استكمال تحرير الأراضي اليمنية، وعلى الجميع تقديم المصلحة العامة وحقن دماء اليمنيين. تختتم الصحيفة بقولها أن وفد قيادة التحالف تجول في شوارع المدينة للتأكد من عودة الحياة والهدوء والأمن للعاصمة المؤقتة عدن.
الطرق التقليدية في الزراعة وتربية الحيوانات ما زالت هي الأكثر رواجاً في اليمن كما تقول العربي الجديد، وهو ما يسبب تراجعاً في الإنتاج ويسمح بانتشار بعض الأمراض. وتحت عنوان دعم لفلاحي اليمن الفقراء أضافت الصحيفة: ظروف وعوامل مختلفة تجعل من إنتاج الفلاح حسن قديمي ضعيفا، منها ما هو متعلق بعدم توفر بعض الأدوات التي عادة ما يستخدمها الفلاحون لزيادة الإنتاج أو جهله بالأساليب المثالية والحديثة. يؤكد قديمي للعربي الجديد أنه ما زال يستخدم أدوات وأساليب ورثها عن والده المتوفى في حرث الأرض، لكنها اليوم غير مجدية. يستطرد: نستخدم على سبيل المثال طريقة الغمر لري الأرض، فنحن نعتمد منذ القدم على الآبار الجوفية التي توفر لنا المياه، لكنها لم تعد نافعة إذ تضاءلت المياه بشكل كبير، وبسبب شح المياه بات المحصول النهائي من الذرة والطماطم وغيرها من الخضار والفواكه قليلا جدا، وبالكاد يكفي أسرنا في بعض الأحيان. يشير إلى أن بعض المنظمات الدولية قدمت لفلاحين في المنطقة مساعدات متمثلة بأنابيب تساعدهم في توفير المياه والري بالتقطير، وهو ما أدى إلى مضاعفة المحاصيل لديهم. ووفقا لتقارير رسمية يمنية، فإن 70% من السكان يعيشون في الريف، كما أن 50% من اليد العاملة على مستوى البلاد تعمل في الزراعة، والنسبة الأكبر منها من النساء. بعد 40 عاما على الإصلاح الاقتصادي والانبعاث القومي، لا يزال الحظ حليف الصين، وهي تمضي قدما على سكة النجاح والتقدم. هكذا بدأ سيلفا توربابونيس مقاله الذي ترجمته وأعادت نشره صحيفة الحياة اللندنية، وجاء في المقال: بلغ النمو المحلي الصيني 6.9% على خلاف التوقعات الصينية والأجنبية، وتتعاظم قدرات جيش التحرير الشعبي الصيني ودقته، فيما أطلقت البحرية الصينية أول حاملة طائرات محلية الصنع. واستقطب مشروع الرئيس الصيني السياسي مبادرة حزام وطريق الحرير الشركاء من أصقاع العالم كله، ومنهم حلفاء للولايات المتحدة مثل بريطانيا وكندا. وإلى وقت قريب كانت أمريكا قائدة العالم من غير منازع، واليوم يفترض أنها دخلت مرحلة جديدة من تنافس القوى العظمى وفق استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية الجديدة التي أعلنها وزير الدفاع جيمس ماتيس. وفي الوثيقة الاستراتيجية هذه تربعت روسيا والصين محل البعبع الخيالي والمفترض في التسعينيات، أي أوروبا واليابان، ولكن جعجعة روسيا خاوية من آفاق مستقبل اقتصادي ولا رؤى جديدة، وناتجها المحلي هزيل قياسا إلى الناتج الأمريكي، وهذا 12 مرة أضعاف الناتج الروسي. وفي وسع صناع الاستراتيجية الأمريكية تجاهل الموازنة الدفاعية الروسية، فهي غير وازنة على رغم أنها تقلق جيرانها الأضعف شأنا. وحال الصين مختلف، فهو قوة عظمى واقعية تنافس الولايات المتحدة في القرن 21، ويتابع حوالي 350,000 طفل صيني تعليمهم في الولايات المتحدة. ولذا احتمال هجوم الصين على الولايات المتحدة ونظامها السياسي الاقتصادي ضعيف في القريب العاجل. وتتعاظم مصالح النخب الصينية في النظام الأمريكي، فأبناء الطبقة هذه هم من أبرز المانحين في كبرى الجامعات الأمريكية، وهم يعرفون بسائح الإنجاب أو الولادة، ممن ينجبون أولادهم على الأراضي الأمريكية. صحيفة التايمز نشرت مقالا بعنوان: الصين زرعت أجهزة تجسس أثناء تشييدها مقر الاتحاد الأفريقي. تقول الصحيفة إنه يتردد حاليا أن الصين زرعت أجهزة حساسة للتنصت والتجسس أثناء تشييدها مقر الاتحاد الأفريقي قبل 5 سنوات في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقد اكتشف الموضوع بالمصادفة أثناء إجراء تحقيق من قبل خبراء تكنولوجيا المعلومات إثر ملاحظة أن أجهزة الريسيفر الخاصة بالمقر كانت تعمل بشكل مكثف، كما أنها تعاني من ضغط مهول خلال ساعات قليلة بعد منتصف الليل، بينما لا يوجد ما يبرر هذا في المبنى شبه الخالي. وتقول الصحيفة إن الخبراء اكتشفوا أن أجهزة الحواسب المركزية في المقر متصلة بأجهزة أخرى في شنغهاي في الصين، وتنقل المعلومات والبيانات إليها حسب التحقيق الصحفي الذي أجرته صحيفة لوموند الفرنسية.
وتنقل الصحيفة عن لومون قولها إن الخبراء الأثيوبيين اكتشفوا أجهزة مايكروفون مزروعة في داخل الجدران وفي بعض المكاتب، مشيرة إلى أن عددا من الخبراء التقنيين الصينيين كانوا يعملون في المبنى قبل أسابيع بهدف صيانة أجهزة الحواسيب. ذكر تقرير إعلامي كما ورد بصحيفة القدس العربي أن امرأة وطفليها عاشوا مع جثتي زوجها وابنة ثالثة لها لمدة تزيد على عامين في إقليم جاوة الغربية الإندونيسي، وتم الكشف عن ذلك عندما جاء شخص يعمل في المجال الصحي إلى منزل الأسرة في منطقة سماهي للإطمئنان على الزوج الذي لم يره أحد منذ أكثر من عامين. وقال قائد الشرطة المحلية إن الأرملة أوضحت أنها لم تدفن الجثتين لأنها تلقت وحيا من الله من خلال ملاك بأنهما سيعودان إلى الحياة. الأسرة رفضت في البداية فتح باب المنزل، لكنها فتحت عندما عاد الموظف وبرفقته جندي ومسؤولون محليون. وبالداخل عثرت السلطات على جثتين عبارة عن هيكلين عظميين مغطيين ببطانيات، وتعود الجثتين لرجل يبلغ 84 عاما وابنته، يعتقد أنهما ماتا من المرض في يناير 2016. القمر العملاق ظاهرة فريدة لتضاعف حجم القمر الذي يبدو فيها متألقا وأكبر من المعتاد. لا يفوت هذه الظاهرة العديد من سكان العالم الذين يحرصون على توثيقها بالصور. صحيفة الجارديان البريطانية نقلت بعضا من هذه الصور، نتابعها معكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.